مرقى أبو النبي صحابة ويقول الصلاة جامعة أبو النبي يقول الصلاة جامعة أرقى هذه الصحابة أي مغلان وحي أغانجرين إن باهي الدين المسكيت النبي أي تالو والنبي محمد حقي سباقين وكيم الدبي أغانجرين لأن النوال بمرقى الشغالة وهي مرقى أوليقاي كريرك جوغا قريقا وكسو بحاي كمهرد جوغا مهرد وكسو دقاقاي كبيرت فلانا بيرت وجوجيني كدقانك جوغا دقانك وحيري حدي أي مغلان الصلاة جامعة أرقى حدي أي مغلان وإعلان ويان بمعنى النبي محمد عليه الصلاة والسلام أي إني باقي مسلمين سوء جيب هذه الصحابة أي مغلان نين والب الشقادة أمرك أقعانت أكوها يو هل كان تردقوا مسكيت النبي كي مجري عليه الصلاة والسلام وطائمك أنك اجتماع علينا ويري ويان كل دينيت باجر معنيك ومحي باق دينيت باجر سوء جيب ويان يا معشر المسلمين مركز الهداية جماعة كل يوم وحق كل ميسة أمة دودن بالله باقا اجتماعين كسوا قيم كشو ووحل لي وركل دينيت باجرة نقصان دينيت بعالم كتالي نقصان الدوية ما انت الدوية ما تالو نقصان الدوية الدون كما تالو بل الدوية ما انت وي بيرتي نولش بين آدم كون عريري بي سيقى ليسا حدا اندونين اين بين آدم كون عريري كاي كبحان ورجوع إلى الدين وإن دين الله صور نقضى مرقى نقصان دينيت بعدل كأني عالم كما تالي نقصان تا دين الإنسان وكم لا هين أي الله ينقو باقي كل كات دين كسر قيب جلا زمن النبي جوا حلو نجري الصلاة جامعة هذا الصحابة أرجع أي مغلان وحي أجان جرين جرن جرين إن مسجد النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكجر ما ركتان باهي دين دي طلب دين شقد النبي والبو هاي إن تقول نقول كده أي مسجد النبي جاي مجري عليه الصلاة والسلام مرقاب النبي جو صلى الله عليه وآله وسلم مركي المسكيت النبي قال صوب وحدا فيه صدى إنكم هذا أنا صوع عمرنا مسكيت النبي قال صحابة وصوع عمرنا لكن إنك يا صحابة وحكوك للدوان هاي أدبتها حكوك للدوان هاي أرب حكوك للدوان هاي أدب صلاة المغرب صلاة دي فجر النبي تجي جماعة في حجة الوداع منبر كوفولي خطبة النبي بلا عليه الصلاة والسلام مركز النبي قال له يا رسول الله صلاة الظهر باق لا غير حل جيدي وكدا دغ النبي عليه الصلاة والسلام ظهر كي قصر النبي صحابة توجي هذا منبر كو دبي نوقدي عصر كي با غاري با النبي قال له وكدا دغ لبا ركع عصر كي النبي توجي هذا مغرب كي با غاري با النبي قال له صلاة المغرب النبي خطبة الصبح لي بلا بكو جوجي ما ينسوا منين أصحاب الرسول بينا ما يدلبا فردقا يفرديون ما يبدلين بالليل خطبة النبي عليه الصلاة والسلام وفجر كيب بلابا إلا إيا مغرب كي صحابة وحيدة هذا وحيد تقين النبي وكور رمي وحد جوغن وكور رمي وحد صوص عدن النبي وكور رمي نيكي نوغو قلبك في عنابة نوغو علم بتبين هذا أصحاب مالين كاس إنكوا آلات بسنا ناو إمك وحقدوا بنا صحابة آلات ده هايستين تيه هيد بلشيقة وار بلشيقة ده قلبك يكو قدوا بنا جنوح قلبك إي آداب لبدا سبي لحايا قلب سوجي ده إي آداب إي احترام يكو فريسان ينمرك النبي غور فريان صلاة دي مغرب فجر مركو نبي غو منبر كفولة مغرب وكدا دقي هذا الله ذو كسوق جب جبينا وح كمل حيد لا النبي بعدي ولا أمة بعدكم أنا النبي نيجا مدن بين دونه إنك أنا أمة نيجا مدن بين دون تبو النبي قوله كينا حاضر كيلو جوجو كينا ما قرسيه قال فرس كينا حاضر كهلك جوجو كما قرسي لذلك الصحابة الرسول رضوان الله عليهم أجمعين الصلاة جامعة هدي أي مغلام ما هيرجع سأذان ما ها أذان كمر جدا سيقة أذان كإلى هاي أمة أفرعي لكن مركز تو باهي ديني النبي والصحابة أو الربعين ولا كل مبا وعورن جري أريج هذا بورن جري الصلاة والجامعة مركز مسجد لصوب وحدة في جري برجع النبي يقول يردني كعربي قال لي وريا بود وعند ركت هل كان جوكسو أمة وشك بكيدي وأنك عربي الدروة كلها الله قصلي يا رسولك
توجهوا أحباب. مركز أقوى الرنيلي وحد أصحاب وحد لك كل أنتي وش هيك أصحاب حيوان هذلي وحقه هذلي يا كهلي يا كهلي الله رب العالمين جل جلاله. مركز دين تا غالية شيء دين تا علاقة الله يا شنا دين تقيمة ويا ليس وأنا واحد كلي إلى هاي بن آدم كوكو قيمين يقول دينك إن أكرمكم عند الله أتقاكم دين تقيم له رولك بقيمة ويا شيء أي بقيمة ويا شيء شمبر بقيمة ويا شيء هدهد في زمن سليمان عليه السلام وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. هدهد ومهندس نلقو أجاب على دشبر كاس ماش بيهو أي كده ويهيم النبي سليمان وشيك جرب عليه نك إنجنيرا دن علاشة عرضا يبرتان ماشي بيو هيك دو يندرت اي ايغان درت يا هودا يا عملدا يا عيد وحنا سو برتان يك بني ادم كو علمك او برتا لماذا محب بني ادم كو علمك لا برنيا لان بني ادم كو جهل بي لا دشا اما حيوان كو بالي اقونت وي لا دشان يك الهي با كو بيري اقونت شمبر غاس و هو يقانا دول كو ايغا هلغا بيو 2 متر بي جيران هلغا بيو 100 متر بي جيران halka biyo kun meter bay jiraan dadna marka nabi sulaymaan buu sheegay jiray alayhi salaam nabi sulaymaan marka afaridu marka amar siin jiray afarida marka biyaha marka ba soo tuureysi ilaa nabi sulaymaan ilaahay wuxuu siiyay mulkan la yanbaghi li ahad min ba'dihi mulk adheema oo isaga dabadi ciidan ba aananu qalmin ba ilaahay ku daaqay جنك الله سخري وهذا كشمبرها الله بري ودبيش الله سخري وبرها الله سخري وحيوان كونبا الله سخري وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. هذا الكشمبره الله بري نبي سليمان عليه السلام قران هل ليس دواقع يجب النبي سليمان لما قشيو لدو العدي مركب ملكي قاسيتو لقيا مركز نبي كشمبره الله الله يي اي قران انت قران انت لك تحي دواقه يجب الى حين مقشيه زمن كاسو مرغا شمبر كاني او جنود النبي سليمان بو كامد اها ما شبيه كدو يين او شيغ جري لان حيوان كو اقونتو وي لا دشان مثال كسو قاد شمبر شمبر كو بول كيرو شمبر كو دغن ياه بول halku ka samaya buulkaas geedka laanta ugu jilicsan buu buulku ka samaya laanta uu sameysanayo laanta ugu jilicsan meesha ugu jilicsan ayuu buulkiisa yusuraa markaasuu buulku sidaas kaga ciyaaraa sidaas maalin anagoo meel baadiye ah joogna tuulo oo xalaqata tacliim baan geedka hoosteeda ku haysanay odayaal markaa reer miyaa nala soo fadhiisa tacliintii markaasaan ku idhi shimbirahani geedkan buulasha ay ku samaysteen meesha laanta halka u jilicsan maxay ugu samaysteen bal ii macneeya waxay yidhaahdeen laba shay buu uga dan leeyahay laba shay marka hore waa difaac weeyaan waa difaac tukaha iyo maska ayaa ka cuna maaragtaane ukunta ayuu ka cunaa halkaa markaa masku ma gaadhi karo tukuhuna halkaa kuma joogsan karo hadduu ku joogsado uu dhacayaa markaa
waayo wasniga uu tukuhu u leeyahay laantani ma xajin karayso. ilaahay baa ku ilhaamiyey markaasnu dhashiisa ule u badbaadsado halka ugu jilicsan buu laanta ka sunay markaa. markaasa roob kastoo da'a, dabayl kastoo timaada, geedkoo dhaca mooyaane, shimbirka buulkiisu inuu dhaco way adag tahay. yaa cilmigaa baray, yaa ku ilhaamiyey ilaahay. markaasaan ka yidhi haddana su'aal kale aanu weydiin, buulka sidanuu u galaa shimbirku, sidanuu u galaa, muxuu albaabka laga galaya iridda muxuusan ugu fooriyey oo dhulka u eegayaa, sidanuu u galaa, sidanuu u dhex fadhiistaa? markaa wuxuu yidhi waa biyo shub, roob kastoo yimaada, dhinac kastuu ka yimaada, roobkaasi ma galay buu aqalkiisaas. yaa barayna injineeradeennu aqalka inay dhisaan imsa sanaed ka qaadataa? 20 sano. waa dhakhtar baa lagu odhan, muxuu soo bartay saxarada bini aadanka sa loo baaruu soo bartay. waa dhakhtar baa lagu odhan, muxuu soo bartay? waa dhakhtarkii xoolaha daweynayay baa lagu odhan, xooluhu daweeyaa bas. waa injineer, muxuu soo bartay? dhoobada sida loo dhisuu soo bartay bas, dhoobada. waa maxay baa lagu odhan ninkan? waa khabiir siyaasiye baa lagu odhan. 10 sane soo socotay isbeddelka geeska afrika ka faallooda, salaat alfajr ma yaqaana sida loo tukado. waa khabiir baa lagu odhan, khabiir indheergarato. muxuu ka faalloon? isbeddelka geeska afrika ku imanaya laga waraystaa, waa professeer baa lagu odhan. su'aasha qabrigana ma yaqaana, man rabbuka, man nabiyuka, maa diinuka, weli qalbigiisa kuma jirto. aqoonta innagu waan barannaa, maxaan aqoonta u baranaynaa? lianna jahli baan ku dhalannaa innagu. wallaahu akhrajakum min butuuni ummahaatikum laa taclamuuna shay-a. ilaahay baa ina sheegay inaan jahli ku dhalanno. xayawaanka kale miyaa se ilmahooga u korinayaan, meeshay degayeen, qaabkay qallada u dhisanayeen, qaabkay u shaqaysanayeen way yaqaanaan, waxna meel ma dhigtaan iyaku. low annakum tatawakkaluuna cala allaahi xaqa tawakkulihi la razaqakum kamaa yarzuqu tayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana, buu nebigu dhe calayhi salaatu wasalaam. haddaad ilaahay talada u dhiiban lahaydeen ood u tala saaran lahaydeen, tala saarashadii xaqa ilaahay uu niigu lahaa, sida shimbiraha uu quudiyaa, ilaahay nii quudin lahaa. shimbirtu qafaskeega waxay ka baxdaa iyadoo caloosheedu ay maran tahay, waxayna soo noqotay iyadoo caloosheedu ay buuxdo. yaa arzaq, ilaahay baa arzaq, waxna meel ma dhigatay ugu. taqdu khimaasan buu nebigu yihi, faariqat albutuun, iyadoo caloosheedu ay maran tahay bay bixi, iyadoo caloosheedu buuxdana way soo noqon. dukaanno uma furno, beerna uma falno, iskuulna ma dhigato. ilaahay baa arzaq. wakayin min daabatin laa taxmilu risqaha allaahu yarzuquha wa iyaakum wahuwa asamiicu alcaliim. daabad arrada korkeega soconaysaa ma jirto, arsaaqadeeda xambaarsane ayakiiyo innikamabaa ilaahaylee annakaani arsaaqno, arsaaqada annakaani hayna. ma yaqaanaan berri waxay cunayaan, kama fikiraan berri waxay cunayaan. cidda keliya ee hunguriga walwalka ku haya waa bani aadanka uun. laa tas'alnii birisqi qadin kamaa laa atlubuka bicamali qad, baa ilaahay dhe xadiis alqudsi. ina aadanow arsaaqada berri hay sii weydiin, sidan anaguba waajibka berri aana ku sii weydiinayn. salaadii berri duhurka maa lagaa rabaa hadda? may badda cishaai baa lagala, cishaain baa lagaa rabaa. ilaahay baa kule arsaaqada berri adiguna hay sii weydiin de, waayo aniguba waajibka berri aan kugu lahaa kuma sii weydiinayabe. kulli yoom biyoomo, maalin walba waajibkiisaa lagaala xisaabtamaye, adiguna maalin walba arsaaqadeeda aniga iga sugbaa ilaahay kuley, anaa kuu ballan qaade.
مركا قوديا وإلهي خلق قدنا يا قوديا الله تبارك وتعالى مركا مخلوقا سإلهي أبو ري قاركود حرير كأي دين لي يشين بقيمة كوي يشين سيدا شمبر كهدود كاكامدا قرآن كالاكا قرر مقصديس مركا بن آدم كنا وكسي حق جرا مركا حديد بن آدم كان إلهي كرامي إلهي وكدقي أشرف المخلوقات إلهي وكدقي حدود نسبة الله يشد دينتا إساقو بن آدم حدود دينتي إلهي وكو تلقلو علاقة الله يشنا بن آدم كو قيمو يلن يوغو دينتو إنا وحكو كرد سمو يان رحمة كادمي ميسو دينتا تقح يقل يأي يشمبر يا مارك تاني حيوان قيمة ويا شيء هذا بني آدم مكلف ولبنا وإلى هيك كلفي وأحكام تلقو صود جي وإلى هيك جل وعلا والنبي هو صود ري وكتبنا السماء هذا قدرته وقص صود جي هذا يمرق بني آدم وإلى هاي أي قرتان أيكون مرق عن تي بني آدم قيمة يلنا يا ولا ليا halkayna ku aan ku qiimeeyna bini'aadanka maanta markii adduunyo loo dadaalay ashyaadii baa qaalib noqotay markaa ashyaadii iyo materialkii ayaa qaalib noo noqotay lacagtii iyo ashyaadii waxaa dhacday in bini'aadanka maanta lagu qiyaaso lagu qiimeeyo ashyaadiisa walakin zamankii dadku ay wanaagsanaayeen ee diintu ay qiimaha lahayd ee dadku ay diin baranayeen ee dadku diin ka shaqeynayeen ee diin loo dadaalayay ee diin loo dhimanayay ee diin loo dhaqaalo bixinayay diinta ayaa markaa dadka agtooda qiimo ku lahayd marka qofka xasba diinihi baa lagu qiimeynayay halka zamankeenna innaka dadaalkeennii markuu lacag iyo adduunyo iyo qabiil iyo mansab iyo adduunyo uu ku dhacay qofka waxaa ku qiimeynaa xasba dunyaa xasba intuu qofka adduunyaha haysaa maanta lagu qiimeeyaa لماذا ما حدد كا دويا لوغو قيمين يا مانتا دادال كي باعد دويا كوب بحي فكر كا ني باعد دويا كوب بحي دقاله ني باعد دويا كوب بحي تضحيات كا ني باعد دويا كوب بحي مركا كي باعد دويا بدن با مانتا قيمين يا مانتا إلا الشيغن أد وقت كا هاقي أردن يد جلسي باعد دنيا صوماها كل با كي كا جابران با مركا قيمين زمن كي دادكو اي دين تاو دادال ايان نبنكو كدي في عين هاي با مركا لقيمين ايان نبنكو كدين في عينه خباب رضي الله عنه وعمر بن الخطاب لجوغا ايا عمر لويل امير المؤمنين عمر بلال باصو سعود بلال ابو بكر عمر وحو كويل بواب جيس الباب كتاقنا بلال هدو يمادو عيد كستو الباب كجوكت إيسو إيغا صهر مريبو كيري ساقا صهر ريسي بلال الحبش رضي الله عنه مركا سالة يا بلال تقدم تقدم يا بلال هلكا وحا جوكا سادات قريش وعمر بيسوكا يان وقالتك كل بقيبة عمر لوسي ديني أسنى لوسوكا له الرئي لكن بلال الحبش رضي الله عنه عمر روحو أمر كبحيي عيد كسو الباب كإيتا غن هدو بلال يما دماشا بلال صهر مريا والله سو قلي بلال مركاسو سرك عاي عمر بن الخطاب حوري سيد كي بلال باي مدين سيد كي بلال باي مدين خباب وهل كافر ديما عروض مركا خباب نوا سابقين تي خباب معلوم تو عمر دين دي اسلام كسو قلي دونو قريق عمرو diinta islaamka uu ilaahay qalbigiisa isagoo ku jira uu ku sharxi doono waa gurigii faaduma bintu khataab khabaab wuxuu ahaa marka ninkii xalaqatulbeytka u hayay buu ahaa cumar walaashi iyo cumar sayidigii waa la qariyay markuu cumar aqalka soo galay saabiqiintii buu ka mid ahaa markaasuu yidhi khabaab maxaa la carhoon buu ka yidhi majliska aad iag fadhida soo ma arkaysid ha bilaal unba kaaga xaqla adiga cid kale kaagama xaqlay wuxuu yidhi amiir almuminiin dhegeysa buu ku yidhi bilaal iyo hebel iyo hebel ragga aad sheegayso dhan dhibta aniga diinta ii soo gaadhaya kuma gaadhin buu ka yidhi
anagu waan qarsanaynaa buu ku yidhi. Ninka hebel hebeleed sheegaysid dad baa ka celinayay buu yidhi, gaalada waa laga celiyey, kaa kale reerkiisaa ka celiyey, ama aniga cidnayga ma celin buu yidhi. Sidii quraysh ii gashay eeg buu yidhi, dhabarkayga waa kaas. Dhabarkii buu ka qaaday khamiiskii, waaba hilibba dhabarku maba laba, dubkii iyo lafihii baa isku dhagayba, dhabar gubtay oo madoobaaday. Markaasuu cumar naxay, waa maxay? Wuxuu yidhi quraysh maalintay ogaadeen inaan diinta islaamka ilaahay i siiyey, intay i xidxidheen ayay dab ii shideen, dabkii markuu noqday dhamac ayay dharka iga saareen, afarta adin intay qabteen bay igu fadhiisiyeen, oo dhabarka ayay dhabarkaygiibay ku jiifiyeen. Dabkii iyo dhamacdii dhabarkayga fuuqii ka baxayay ayaa dabkii bakhtiyey buu ka yimi. Waan qarsanayay buu yidhi, cidna inaan u sheega ma jeclayne, laakiin hadalkaa aad tidhi aad leedahay meeshaa bilaal unbaa kaaga xaqle aad fadhidaa, markaad hadalkaa tidhi baa iga keenay buu yidhi. Yaarag buu yidhi dhibta diinta iisoo gaadhay. cumar alfaaruuq radi allaahu canhu maalin kale ghaniimadii gaalada markaa laga soo qaaday ayuu u qaybinayay muslimiinta. Markaasuu nin dhallinyaro ah ayaa markaa cumar bnu khadaabaysa soo kortaagay, gacantaabuu markaa leeyahay, uu gacan go-an yahay. Markaasuu cumar baa saa u eegay, war adiga maxaa sidaa ku dhaawacay buu yidhi, gacantaa kaa gooyey. Wuxuu yidhi qaswadii halkaa berigii halkaa dagaalka aan ku jirnay ayaa gacantu iga gooday buu yidhi, oo dhaawacan uu isoo gaadhay. Markaasuu cumar lacag buu tiriyey, kun dirham miyaa uu siiyey, haddana yarkii markaa meeshuu taagan yahay. Markaasuu cumar bnu khadaab uu arkay haddana isagoo meeshii uu taagan, waa nin gacantaana dhinac ka go-an, xaggaana nabar buu ku leeyahay, dakhar oo calaamad buu ku leeyahay. Markaasuu cumar arkay, haddana kun kaluu ugu daray, haddana cumar lacagtii buu qaybiyey, haddana ishuu la soo daymoodo weli halkii isagoo taagan buu arkay, oo lacagtii hore tirsanaya. Markaasuu kun kale haddana ugu daray, haddana uu qaybiyey, haddana cumar ninkii buu eego gacan go-aan oo nabarkii uu ka muuqdo, haddana in kaluu ugu daray, haddana uu qaybiyey. Markaasuu cumar halkii daymooday ninkii buu waayey. Markaasuu cumar ku yidhi, war ninkii halka taagnaa mee? Waxaa la yidhi, xoolaha aad siisay badideeda kolkuu la yaabay uu kaa xishoodo uu kaa socday baa lagu yidhi. Markaasuu cumar yidhi, wallaahi hadduu halkaa maanta uu joogi lahaa, mar kastoo ishaydu ay ku dhacda nabarka ilaahay dartii loo gaadhsiiyeyba, xoolaha halkaa ayaa la isaga ku bixin lahaa, ilaa aan dhammaynayo kama hakarayn isaga ku bixin lahaa buu ka yidhi. Diinta dadaalkeega qiima lahaa zamankaas. Qofka diinta dadaalkeega cilaaqo la leh ayaa saxaabada agtooda qiima lahaa, qabiilna kumay qiimeynayn dadka ayagu, dhaqaalena kumay qiimeynayn, dhul badan buu leeyahayna kumay qiimeynayn, maaliyadda haysana qofka kumay qiimeynayn. waxay ku qiimeynayeen qofka maaragtaane cilaaqaadka uu diinta dadaalkeega iyo diinta ula leeyahay diin. Markaa diintaas qof alliya qofkii diintaa nisbadii cilaaqa la yeesha diintu qiime uu yeelay. Markaa diintu asaas bay leedahay. Halkay diinteennu ka bilaabantaa? Waxay ka bilaabantaa meeshii nebiyadu ay ka bilaabeen, iimaankay ka bilaabantaa islaamnimadu. shahaadati an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulu llahi bay ka bilaabantaa. laa ilaaha ila allah muxammadun rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam. saddex iyo toban sannadood buu nebigeennu maka uu joogay uu saxaabada quluubtooda ka dhaadhicinaya laa ilaaha ila allah, ilaahay garta, ilaahay barta, ilaahay caabuda, ilaahay baahidiinna u sheegta, ilaahay keligii ka baqa, ilaahay ka amar qaata, ilaahay adeeca. saddex iyo toban sano quluubtooda nebigu wuxuu ku dhaqay laa ilaaha ila allah. yaa ayuha annaasu quluu laa ilaaha ila allah tuflixuu. laa ilaaha ila allah dhahada waad liibaanaysaan. muniib alazadi ayaa yidhi, zaman jaahiligii anigoo yar ayaan magaalada maka aabahay u soo raacay. markaasaan arkay buu yidhi maka, suuqa maka, nin dadku ay ku soo urureen. markaasuu aabahay degta igu qaado, markaasaan eegay waxaan arkay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo dhex taagan oo dadka ku leh
dadaw dhahada laa ilaaha ila allah waad liibaanaysaane laa ilaaha ila allah. Dadka halkaa ku soo ururay nebiga, qaar kabtooday nebiga ku tuureen, qaar ciid bay nebiga ku shaydhiyeen, qaar way caayeen, qaar qandhuuf bay ku tufeen. Markaa jaariyad inan yar baa markaa nebiga la socotay, waa Zaynaba radiallahu canha. Markaasay biyo intay nebiga u keentay ku lahayd, aabba maaragtaane ciidan iyo qandhuuftan lagugu shaydhiyey, wejigaaga maaragtaane iskaga maydh. Markaasuu marada oo ka dhacday inanta yar oo dhuunteedu ay muuqato ayuu marada u saaru ka lahaa, aabba jirkaaga qari, aabbaha inuu hoos u dhaco. Ha ka yaabin, may shaqada kuma dulloobayna weeyaan. Xaq baan ummadda ugu yeedhaynaa. Xaqa marka hore la bilaabayo waa qadhaadh, laakiin marka dambe waa macaan weeyaan. Amaa baatilku, marka hore baatilku waa macaan, laakiin marka dambe baatilku waa qadhaadh. Xaqa bilowgiisu waa maxay? Waa qadhaadh, laakiin marka dambe waa macaan. Marka hore waa tacabun zaa'il, marka dambena waa culuwun daa'im. Baatilku laakiin waa bilcags, marka hore baatilku waa culuwun zaa'il weeyaan, marka dambena waa tacabun khasaarad daa'im weeyaan. Markaasuu nebigu inantiisa ku lahaa, ha walwalinaabee marada jirkaaga saar. Markaasaa nebigeenna calayhi salaatu wasalaam saddex sannadood dacwada magaalada Maka dhexdeedana khufyuu nebigu ku waday, khufya sir cali buu u sheegay. Markaasuu cali ku yidhi, aabbahay abaa taalib baan la tashan, hau sheegin buu ku yidhi aamus abu taalib. Saddexdii sane hore nebigu ilaa waxa uu nebigu ka qarinaya xaqa qaraabadiisa, cali buu nebigu islaamnimada u bandhigay, ilaa cali nebigu la joogayay. Markuu abu taalib u weynaaday buu ka dulqaaday cali, oo nebigu markaa khadiija ayuu la joogaa. Khadiija markaa dhaqaale ilaahay siiyey oo dhaqaalahayga nebiga ku bixinaysa, ku difaacaysa. Markaabuu nebigu cali buu kasoo qaaday, abu taalib cali buu kasoo qaaday, uu yidhi adeer cali anaa korina ii dhaaf, buu ku yidhi. Markaasuu arkay nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo khadiijo oo tukanaya, markaasuu cali ku yidhi maxaad samaynaysaan? Markaabuu yidhi cali waa diinul xaniif weyaan, diintan ilaahay baa ii soo saaray islaam. Qaalina la tuko sidan ilaahay u cabo. Markaasuu aabbahay baan la tashan oon u sheegay abaa taalib. Markaasuu yidhi may ha u sheegin aabbahaya, haddaba adigu aamus, buu ku yidhi khufya. Saasaa nebigu saddex sano dacwadda u qarinayay. Markaasuu ninba nin u yeedhaya welibana oo daarta arqan ibn al-arqan baa nebiga loogu geynayay. Ninba nin ilaa ay soo degtay aayaddan fasdac bimaa tu'mar waacrid can ilmushrikiin. Xaqa aan dushaada ku soo dejinay baa nebiga lagu yidhi muuji oo haddeetoola shaaca ka qaad, mushrikiintana ka jeesa baa nebiga lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waacrid can ilmushrikiina maxaa loo yidhi? Mar alli markaa dacwadda aad u kacdo weeyaan, eed markaa dadka aad laa ilaaha illallah aad u bandhigto, dhibaataa lagaala hor iman doonaa. Adigu dhibaatada hee raddulficli ha samayn baa nebiga lagu leeyahay, ka jeeso adigu shaqadaada wad. Markaasuu nebigu u yimid Cabbaas, adeer risaaladan ilaahay baa aniga ila soo saare. Quraysh oo ka dhashay inay risaalada qaadatay way iska diideen, dadka carbeed ee xashka imanaya, bal inuu ilaahay dad iraaca iga siiyaan doondoonayaaye, kaale iraac buu ku yidhi. Markaa dadna markaasuu raacay baa yidhi Cabbaas ibnu Cabdulmutalib, oo weli markaa aanan islaamin, keliya nebiga u raacay maaragtaanay tolnimo iyo adeernimo iyo qaraabanimo ula socda, iyo Abaabakaroo nebiga daliil u ah. Saddexdoodaasaa markaa israacay. Abuubakarna nasaab buu ahaa, qabaailka carbeed buu qabiil u yaqaanay. Markaabuu nebiga ku oran jiray reerkani waa ree hebel, la hadal. Markaabuu nebigu dacwadda u bandhigayay calayhi salaatu wasalaam. Qaar way soo dhowaynayeen, qaarna nebiga hadal xun bay ku odhanayeen. Qolada markuu la hadluu ka dhaqaaqaba, nebiga gadaashiisa waxaa soconaya Abuulahab baa soconaayo ku lahaa, waa nin ana walaalkay baa dhalay, waa inankii walaalkay uu dhalay weeyaan, diintayadii buu ka baxay, xanuunna waan u malaynaa inuu ninkana xanuunsan yahay. Waxbaha ka dhagaysanina, hal mar nebigu intuu dib u noqdo ma odhanayn, adeer iddaa nebigu ma odhanayne. Nebiga waxa uu isagu fulinayaa
أمرك إلهي إيها فازدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين أذيك ودتك أمرك اللقو صوتي بي قرسيبا نبيك اللقو يدو موجي ودتك فقارها حقا وقشيك مشركين تنا كجي سبا نبيك اللقو لهذا دفاعنا دقوية سعال نبيك اللقو لهذا حقا كشخيه بس يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد صفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا إمام الشافعي رحمه الله أيا مركي فقهي سي علمي سي لحي صوصاري أيا علماء بدن أما دد بدن حسادة انتي صوبحين بين حزدين مركا سي رديين مركا سي اللقوي شيخ بدك السفة هذه ما ركتانا كل ردين أيا ما دو الجواب تدابا اللقوي لي وما الجواب يبوكوي لي أزيد حلما يزيد صفاهة فأزيد حلما بيولي سفيك الصوح الله عنه ما نجواب يا أبو كيولي إن أجواب أنا إسكد دي بيولي كعود زاده الإحراق طيبة والعود قريقا عود كالله إلهي قالقا أدقوني أدقا إعرفقا أدقون لي أدقون كيسا وحالا قرتابو يولي مركا ضبكا لقليو إقيق كصوبحو أيا الله قرتا قيت كرينو أدقون يهي أما أنيقا بولي شيخ إمام شافعي رحمه الله وعود أنيقا عد كسو إلى هذا شو الجواب ما يبلو وحن وجد جوابين أنا قد القاد بأي زيادة يا صبر بأي زيادة يا جعل الدين بأي زيادة يا حق إن كنت أجينا مسجرنا يا بودي سدعوت كمرك دبك اللي قولي ده بود قوم بأو زيادة يا سوما منهج النبوة ومنهج كويا نبي جنو عليه الصلاة والسلام دعوة ده وفي دنا يي أبا لها بنبي كقداش مرة يردنا يي هل مرة بيقومورا محايد بس عطا سكك يدا نبي قومورا وصعدا والندو هذا عدو ويصوب أحدا ذاتك قربايد هذا أيد بيك الشيكتان هذا عدو مانتا كلولا هذا عدو واصدا هذا عدو استاقي ميسو أفر سفين هذا عدو عالم كسو عتابا ليلي الحركة الحركة وتنشر النور في العالم ولا تسأل الناس شيئا والاستمرارية صفاتك هذا عدو أهلي ده يوحا كمدا صبح والبا ويصوب أغاقضا بري بيك تمادا قلبيت بيك دعدا اسمت تاجيسو مد بدع عيسو افتين بأدوية جرسين عيسى بني آدم كان وحمش قيادة كما قادته عيد كستو دل عيسى ومجوج سيده كأمانية كعنا تحجد واسخ قمد أر ما استكتا ما اسمت تكتا لذلك النبي قال إلى همرك وكور ميي سراجا منيرا بإلى هيد سراجا منيرا افتين نوريا ينشر النور في العالم كله مرقى النبي عليه الصلاة والسلام هل كاسو كبلا من رسالات إنه ذاتك كدا دعيو لا إله إلا الله نبي يدف كهي وإلهي ما بهذا الله بهي هي وإلهي معبود كعبادة الله قوة وإلهي كوكا ككتلي وإلهي كمخلوق أبورتيس كلا وإلهي كأرزاقة بحية وإلهي كخلق قوذية وإلهي كخلق إلالية وإلهي كنبت جليدة كينا وإلهي كأمنك هيا وإلهي كعافماتك هيا وإلهي كأرزاقة بحية وإلهي كخلقك قارن نلشة كدقي قارن دمشتك حكمي وإلهي الموت والحياة بيد من؟ بيد الله بيد الله ساعدا وذا اللين امسا دمانس عالم انت ساعدا منيسا وهو قرنته وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير عليم وحاتا دعينا ويقانا وحاولي أن دعينا سوصعدا وكأقوى إلهي انت دلنا إسا إسا عدى أدوك كسو بير يسنى إلهي ويقانا مرقاسا إندي إندي إلا دلنا يا مغل كيب إلا دلنا يا قعمه بي إلا دلنا يا لغه بي إلا دلنا يا عقل جيب إلا دلنا يا أعبمات جيب إلا دلنا يا عروق دي إلا دلنا يا قلبي مدات إلا وضع دلنا يا عالم كب بني آدم كو حي سمايا واحد مغلس سكرتي با قوضي بيه با وحا قوعي عائم حي عيني برتي با قوضي شمتدي با قوضي بابورت النوع عاسا استاكتي مرو حد النوع عاوي استاكتي درك النوع عاسا وو استاكي ولقين مما قشان عالم كب بني آدم كو سنت كاي دلنا يعني اندهي با كقوعي مما قشان وإنت أصبح بلا إنداء دلطة
سمعتم؟ ما سمعنا في أبائنا الأولين. أنت سخلق دلنا إسا أرقي بي قبان مقل كي بي قبان لحات كي بي قبان عفمات كي بي قبان أرزاقات دو دي بي قبان يسير الله رب العالمين كالي الأحد بيده كل شيء وأحوال بقى أنت سيكجران برقاسة مخلوق لا مخلوق لا إلهي وحبوك مديبين أديك حاجة هذا إلهي بعد دبولي وعذوب أنت إلهي بأب وعابسة إلهي بكسيي وحكام غني سوى مكوهي قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قطورا بين حيدي صفات بني آدم اللغو يقان وصفته هدين لأورن لها بني آدم إنت نوحى لودي بهودي هقي بيا إنت نارزاق ديبا لودي بهم مولا إنت نهبن كيبا لودي بهم مولا إنت نهرد ديبا لودي بهم مولا إنت نبيه با لودي بهم مولا إنت نبات با لودي بهم مولا إنت نبات قليل با لودي بهم مولا أيها الحقصو قرسين لها سليهين حبا يرانا يا وحبا نما يسأي سليهين أيها قاجن نقول لين لها ينبو لها بني آدم بركة إلهي عز وجل خزائن كل شيء بيد الله عفمات هذا يتهي سقى حاجة هيا دع عفمات يا أدون كما جرتوا هيا دع النبض قليل يا أدون كنا ما جرتوا هيا دع عنا دع أدون كنا ما جرتوا عفمات كنا إلهي با هيا أرزاقنا إلهي با هيا نبض قليل أنا يا هيا الله با هيا هذه عفمات كهيا لو دي بلاها دتك ودنك كن ول عندنا هبين كلي عندنا عفمات انما سيسين هذه عندنا هيا لو دي بلاها دتك مسلمين تي ادويدا كن ول دقيقه دي نومه او غلاده غلادنا نولانو الهي باي نو شيغو يري ان تمسسكم حسنه تصوهم وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط قال هذا إلهي بأنه قوار رمي ويري هدد برواقنا لك لتانا ويدي بيسا إن يرو فرحدا هدد هشان يك ويدي بتابا إلهي نبت قليا هذا ما أقلو أهرو مركا هذا ما أقلو أشرفت هذا ما أقلو أعزي هذا ما أقلو أبرواق هذا هيسة ما أقلو أسلانما هذا ما أقلو وأمني قد كسي حانا يسمى وقال إياكو ويدي بيسا هذا دباته إني لسو درستان با إلى هيري وكو فرحان مركا مد إلى هيبا كاغا ورمي مد دباته دا دانا كو فرحان يا نفت هذيك كسو قادرنا أي دبايسو حدي لو قدي بلها عافمات هل من عافمات مكسين لها مكسين لها مهي قوت مكسين لها مي نبت قلينا مكوسين لها مي كبسيان إلهي باك ورمي بركة إلهي عز وجل أمنقنا إلهي باب بحيا ماشي إلهي نبضو كدقو إد علادو كاني كريميسو ماشي إلهي عبسية علادو قدرنا إد نبض مكاني كريس ماشي إلهي أرزاقاتو واسعيان وبرواقيان إد أبار ومكاني كرتو ماشي إلهي فقري علاد إي أبار الله وسكو درنا إنما رتانا أولادي أبارتك قاضي كريم يسو ماشي إلهي حنون وقدرنا عند عفمات ما سينكر فهمت لكن مسكح ذا لأنك قبس دمانت مسلم كي والله يستعى وحن مغلينا إنك أبو حسمي وعن أركينا قلبي إنك أبو حسمي وعن كهلنا قلبي إنك أبو حسمي وعن مالني أبين كفكرنا قلبي إنك سامي وحن أركينا شهادات وحايشين ويقبنا يا رودم بقلبي إنك سامين يوقو وحن مغلين مالو البان دقي سنين قلبي إنك لي وحن مغلين
برقي هورا ضد خاصة أمبا سياسة دي أذا عادها دقي سنجري إيمي كانا إيمي كانا عيد والبوا سياسي ميد والبوا سياسي وداتكي وا سياسي وشيخي وا سياسي وإسلامتي وا سياسي يدا هبرتي دوركي وا سياسة كبيرين دوركي حتى وبرقي هورا هذا عبوه ويكوب نايان إيمي كواحا صوبها يدونك كوكا صوالا نوحوصا مسادي عالك دقيش حتى مجانين تي وعيها لن ملك دقيش يا دقيسن كواسي ديسا دقيسن والوالا مرقاس قولي كومان تي سمع مجنون مجنون بهو سمعين زمان دادكو مجنون وحان نقاني بوقت هاي dadka wal walan way xadidnaa barigii hore qof dhar mariyo googo aan sito oo meelaha iska wareegaya loo jiray loo duceyn jiray hadda waxa batay dad dhar qaba oo aad moodaysay inay fayo yihiin oo waxay ku hadlayaan markaad maqashay walan yihiin adoo aad garanaysan walan yihiin ba dhar uu qaba hadana walan yahay kaaba helay meel laga daawado meel laga dhageysto oo lagala socday isagana وها أن مغلى نودن وين سامينا يا أقول وها عيشين وين قبنا سقل بيجنا وسامينا يا وها نفر لباتك الساعة قوانا نقل بيجنا وقلا يا وها كفكرنا نقل بيجنا وسامينا يا نبيجنا عليه الصلاة والسلام وها أمدي سو كدا دعيي إن نعمت إلهي أوصي يوردن أيوه استعمالاً هو أديك سدان إلهي إني يقوله وهذا نتعدي له يقوله وهذا بشارو 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 هذه سفر لو قل جري برشد القرآنك حتى واحد كو برانيسا قرآنك إيو علوم تنشري عادة هذيك أوجوه قريكاك إيو قوب تعد شقوب نقصيغ أولاينكا إي برشد القرآنك كريمك إيو شري عادة إسلامك دروستا أو سيدة تحارها أول ديو وحكامي ذا برشد القرآنك كريمك إيو هجادة علوم تنشري عادة إسلامك تربية ذا أولادة إيو أقع عربيغا هذا هو سخوري استواء السعطاء الله مروقان ومفافا هنا كل حريق من برادة شعشة دكاة المطلع هموذاني دوكسيجا أبلاينك برشاد القرآن الكريم كان يعلن تشريعه إيه دارو هجري